مشاهدي الاعزاء الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، اشتراك ابوني سبسكرايب والضغط على الجرس الموجود بجانبي، ثم وضع علامة في المربع لتفعيل خاصية ارسال جميع الاشعارات، ثم الضغط على حفظ. اذا تغير الجرس واصبح بهذا الشكل فتأكدوا انكم ستتوصلون بجديد يوميا. السلام عليكم حليلوتي، نقترى لكم عدس بالقديد او اللحم المجفف يجي رائع جدا خصوصا في ايام شتوية. ولديد نحتاجو كمية من العدس تكون منقية ومنظفة بشكل جيد، القديد او اللحم المجفف ان شاء الله نوضع لكم رابط طريقتي في تحضير القديد او اللحم المجفف بدون شمس وبدون فرن. عندنا طماطم، بصل، ضرسان من الثوم والقزبر والمعدنوس، كل هاد المكونات تكون عندنا مقطعة على نار متوسطة. غادي نوضعو كسرولة، نضيفو ليها الماء، ثم نضيف لها العدس المغسول ونتركوه يتسلق نصف سلقة. بعد ذلك غادي نوضع القديد ديالنا في طنجرة الضغط أو كوكوت، نضيف له البصل والطماطم والثوم والقزبرة والمعدنوس ونعملوه يتشحر كذلك على نار متوسطة حتى تسخف البصلة وتلبى لنا الطماطم. في هذه الاثناء غادي نحضروا التتبيله، غادي نغامروا الملح تيبقى على حسب الذوق هو والفلفل الاسود او الابزار، نضيف الكركم او الخرقوم عرق، نضيف الكمون مطحون، فلفل احمر او التحميره، الزنجبيل او سكنجبير بودره، نضيف الماء ونخلط هذه المكونات مع بعضياتها حتى تنسجم. نضيف خلطة التوابل لطنجرة الضغط ونتركوهم كذلك يتشحروا لبضع دقائق. بالنسبة لي ما عملتش الزيت لأن القديد أو اللحم المجفف عندي ميدم نوعا ما. ثم نضيف العدس من بعد ما سلقناه نصف سلقة، نضيف له الماء الكافي ونتركوه حتى ينضج. بالنسبه للسيده الا كان عندها نوعيه القديد تاخذ الطياب يمكن لها تغلق عليه في طنجره الضغط حتى يطيب وينضج هو الاول، ثم تضيف له العدس. بالنسبه لي رافقته بزيت الزيتون من السمن الخاص بالبيتزا وكذلك بخبيزات بالخميره بلديه ودقيق القمح الكامل رطب وغزلان. ان شاء الله نشارككم طريقتي في تحضيرهم. ما تنسوش حبيباتي تضغطوا على زر لايك، وكذلك اللي مازال مشترك في القناة يشترك ويضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، أبوني سبسكرايب اشتراك والجرس الموجود بجانبي باش توصلوا بجديد يوميا. اللي عنده أي سؤال أي استفسار مرحبا بيه تدعوا لي أسفل الفيديو إن شاء الله نجاوب عليه. شكرا حبيباتي للمشاهدة.